اللي حاليا بتحتفل بنجاح فيلمها الجديد عاشق، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم في 9 أيام عرض ل10,021,000. فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم ومحسن محي الدين، والفيلم من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح. وشخصية شروق في فيلم العميل صفر غير حنان في مسلسلها في رمضان 2024 صلة رحم، وغير دورها في فيلم عاشق، وعشان كده عندها جماهيرية كبيرة جدا. لقينا أنها عندها أكتر من 2 مليون متابع على الإنستجرام، وهي بتتابع أكتر من 2000 أكاونت، ونشرت لحد دلوقتي حوالي 780 صورة وفيديو. تعالوا نشوف تفاصيل الأكاونت. أسماء زيها زي أي فنانة بتهتم جدا أنها تنشر كل أعمالها وكواليس مسلسلتها، ومن أكتر الحاجات اللي لفتت نظرنا أنها بتحب تتصور جدا، فنشرت أكتر من 100 صورة ليها بأشكال وإطلالات مختلفة. وتاني أبليكيشن أسماء بتحبه هو تيك توك، وتتفاعل عليه بشكل كبير جدا، بيتابعها عليه 464,000 وحققت 1,700,000 لايك، ودايما بتحب تستعين بالفنانين اللي بيكونوا معاها في العمل. وبكده نكون خلصنا فقرة السوشيال لاب.